الجمعة البيضاء هي المتعارف عليها ان هي يوم واحد بس، يوم الجمعة اللي هو نهاية شهر نوفمبر او الجمعة الأخيرة في شهر نوفمبر. دي متعارف عليها، في محلات كتير جدا بتشارك فيها. اولا هو ليس اجباري ولكن اختياري لاي محل حابب ان هو يشارك. هي بتبقى حقيقيه، وهنقول ليه، ولو مش حقيقي هنقول الناس تاخد حقها ازاي. مبدئيا المحلات بتشارك في الجمعه البيضاء، في محلات بتشارك في نفس اليوم ده بس اللي هو يوم 25 نوفمبر، وفي محلات بتبدا قبلها مثلا بحوالي اسبوع وبيمتد لحد يوم الجمعة وبيبقى نهاية الجمعة. وفي بعض المحلات بتبدأ من يوم قبلها مثلا بأسبوع أو كام يوم يعني، وبعدين بيشاركوا بقوة في يوم الجمعة، ممكن يعلوا نسبة التخفيضات بتاعتهم ويكملوا التخفيض بتاعهم لحد يومين كمان بعد ما تنتهي الجمعة البيضة. خلينا نقول لا، هو في طبعا عروض، والعروض بتبقى عروض حقيقية، ودايما يمكن دايما بننبه الناس ان ممكن حتى الغش بيحصل في الاوكازيون. فعشان كده احنا بنقول يا جماعة، اول حاجة تتعاملوا مع محلات ذو مصدر ثقة تكونوا بتتعاملوا معاها، وغالبا المحلات اللي بتشارك هي بتبعت رسائل للعملاء بتوعها على التليفون يقولوا لهم يا جماعة تعالوا في عندنا تخفيضات بنسبة معينة، والشركات بتدي فواتير او المحلات بتدي فواتير. بس اقول لك بقى ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل في بعض الاحيان، طبعا مش الكل، انه المحلات ترفع الاسعار قبل البلاك فرايدي او قبل الوايت فرايدي الجمعه البيضاء دي شويه، وبعدين يجي يقول لك انه في خصم. هو في خصم حصل، بس هو خصم وهمي لانه السلعه اصلا كانت بسعر اقل من اللي هو حطه في الخصم. تمام. ده بيحصل بترصده؟ طبعا بنرصده. اول حاجه زي المخالفات اللي بتبقى في الاوكازيون، مبدئيا اي حد عايز يعمل عروض لازم يبلغ وزاره التموين عشان يبقى فيه شيء ونوع من الرقابه. ما ينفعش ان هو يعمل تخفيضات او عروض مع نفسه، دي اول حاجه. ده بيحصل فعلا؟ بيحصل بيحصل. ولكن الناس لازم اول حاجه تخلي بالها كويس جدا من الموضوع ده، وتركز انها لازم تبقى معاها فاتوره الشراء، وبيبقى مكتوب السعر قبل التخفيض وبعد التخفيض. لازم يتم التنويه ان هو مشارك في الجمعه البيضاء، بيبقى كاتب على المحل بتاعه ان هو مشارك في الجمعه البيضاء وبيخش يشوف. طبعا اي حد بيتعامل مع محلات زي ما قلت في الاول ذو ثقه، هو بيتعامل معاها بقاله فتره طويله، هو خلاص عمره ما يغشه. ولكن في حاله اكتشاف ان المحل ده بيغش العميل او المشتري، بيروح يعمل شكوى في جهاز حماية المستهلك، ممكن عن طريق التليفون كمان، ومن خلال الفاتورة بيقدر يجيب حقه. بس أهم حاجة يحتفظ بفاتورة الشراء. يمكن في التقرير اللي حضرتك عرضتيه دلوقتي أنا شفت ناس كتير قوي بتتكلم على موضوع الأونلاين. يا جماعة أنا عايزة أنبه برضو الناس إن موضوع الأونلاين ده أي حد هيشتري أونلاين لازم ياخد فاتورة، والشركات بتبقى عاملة مثلا سي أبليكيشن أو عاملة من خلال الموقع أنها بتبيع أونلاين، ويقدر المشتري من خلال الفاتورة بتاعت الشراء بعد ما يشتري أونلاين يروح يبدل يستبدل أو يسترجع المنتج بتاعه من خلال المحلات أو الفروع الخاصة بالشركة دي. في بعض الناس الأفراد اللي بيبيعوا أونلاين اللي هم غير مرصودين بشكل قانوني، هم مع نفسهم بيبيعوا أونلاين وممكن يطلعوا فواتير، أي فواتير. احنا الفاتورة اللي عندنا المفروض تكون فاتورة لها سيريال نمبر، والفاتورة دي بتبقى فاتورة ضريبية، ودي اللي بتحفظ حق العميل وبتحفظ حق الدولة فإنها تاخد حقوقها من البائع ده. في بعض الناس اللي بتبيع أونلاين أو الصفحات اللي بتبيع أونلاين وقت الاسترجاع يقولك لا، لكن لو أونلاين عن طريق شركة ليها فروع، لا هو بيقدر بيضمن حقه خلال الفترة اللي حددها القانون الخاص بجهاز حماية المستهلك. طيب حلو، النقطة دي مهمة عشان الناس تاخد بالها من الأونلاين بالذات. نسبة التخفيضات إيه، وهل هي هدوم بس ولا في سلع تانية وحاجات تانية؟ مبدئيا هي مش هدوم بس، هي في سلع كتيرة جدا، في أحذية، في شنط، في أجهزة كهربائية، في أي منتج ممكن حضرتك تتخيليه الناس بتحب تشارك عشان تنشط حركة التجارة الداخلية عندها. موضوع التخفيضات بالنسبة للملابس، أنا هتكلم في الملابس، بتبدأ من 10% لحد 70% على بعض المنتجات. 70% ده نلاقيه فين بقى؟ موجود. ده أهم حاجة. يعني بص حضرتك، بيبقى احنا مبدئيا احنا في بداية السيزون، احنا في بداية سيزون الشتاء، يمكن كل الكولكشن بدأ يتجمع بشكل جزئي. المجموعات بتاعة الشتاء أو الصيف عموما بتنزل بشكل جزئي، ما بتنزلش مرة واحدة في المحلات. فأعتقد إن الوقت اللي احنا فيه ده
ما قبل كمان الجمعة البيضاء بدأت المحلات تستعد ونزلت كامل المجموعات الخاصة بموسم الشتاء والخريف الفترة دي، فبتبقى عاملة عرض مثلا أنا عادي طبعا مش كلهم زي بعض، مثلا هو بيبقى عامل عرض على قطعة والقطعة التانية ممكن بنسبة خصم 50%، أو يعمل مثلا على فاتورة الشراء يقولك لو اشتريت بمبلغ معين أنت ليك مبلغ معين كاش باك مثلا بيرجع لك، او بتاخد قطع بديله تخفيض بشكل او باخر بالظبط. وفي بقى بيدي نسبه تخفيض يقول لك انا عامل 50 انا عامل 70 على القطعه دي، بس ما بتبقاش مع البدايه مع بدايته، ممكن يجي على يوم الجمعه يروح عامل بقى الخصم الكبير والخصم الكبير ان شاء الله، لان بيبقى زحمه قوي. انا عارفه ان الناس بتحب صح تروح وتشتري وبتبقى مقبله على الموضوع ده.